متابعين الصفحة وأصدقاء الصفحة، ونسلم على الشعب الموريتاني، شعب موريتاني الطيب، شعب موريتاني المسالم. اختاري في البداية ونقول بأن قضية التيجاني وان إنها صراحة كانت قضية أظهر فيها بأن المجتمع الموريتاني من بيلانو وحراطينو وكورو إنه مجتمع مسالم وإنه مجتمع متضامن، والتضامن اللي جبر التيجاني وان بسيكين ما قد جبروا حد سابقه. التيجاني وان مخلوق مولانا يتيم عنده لا مولانا واخته وعايش عندينه اللابزة اللي يعطوه الجيران، والله شوي من العمل يعدلوه في موريتل، ودائما يعدل شي من فيديوهات، ودائما يعدل شي من لايفات يتابعهم 4 رواقيج ولا 5. قال ذوك كان في الشباب اللي في استاد اللي قال زيرو قزواني زيرو قزواني، جاتوا بوليس ومشات بي فعلا بأمر من 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 وزارة العدل اللي طلبت الادعاء العام بأنه يحرك دعوة عامة ضده، وفوت 10 أيام عند كوميساريا سوكوجيم. راني موجه تحية هون المفوض سوكوجيم وأفراد الشرطة عليك المعاملة العاملو، أباو يديروا فيه تشينات، أباو يعدلوا شي خاسر، حتى إنهم نهار قاسوا بيه المحكمة واحد من الشرطة قال لي خليل جلو إنه رفض رفضا باتا إنه يدير فيه تشينات. تيجاني وان هذا يستحق علينا كامل التعاطف، ويستحق علينا نوقف معاه كيما وقفنا معاه ولا احمد رولا. انا ما ضد ولا احمد رولا، انا تعرفوني وقفت معاه ولا احمد رولا، تعرفوني عدت لايفات من اجل ولا احمد رولا وكتبت عنه ولا احمد رولا. يا غير ما هو منطقي ولا هو مقبول ان يعود يجي شيخ قبيله كبير وامير يتوسط ولا احمد رولا وينطلص في الوقت اللي ولا احمد رولا دعا لقلب النظام ودعا انه يحمل السلاح ضد الدوله. هذه تصريحات، وهذا هو اللي قال وزير العدل لاشخاص نيشاو يتوسطوا في احمد لولا. في نفس الوقت اللي يحبس مخلوق مولانا ما عنده حول ولا قوه ولا عنده حد يتوسط له، وفقير وفاصل ومعبر عن رايه حسب الماده 10 من الدستور الموريتاني، يندار عليه ينحال لسجن كوفيد، وين قالوا انه لابد يعتذر وانه لابد له من يعدل فيديو يعتذر. هي مدة دور اعتذار عند 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 تيجاني وان، مع انها مدة ضعيفة، مع انها مدة صراحة الا كيف البيت بيت العنكبوت، مع انها ما هي مدة واثقة من روسها. انا شاك من حبس تيجاني وان انه ظلم في حقه هو، وفي ظلم حق الفقراء، وفي ظلم في حق حرية التعبير اللي ما تتخلقه في موريتان. ومن القريب من المثقفين ومن التقدميين ومن اليساريين ومن الإسلاميين أنهم سكتوا عن حبس هذا الراجل، ما شفنا بيان واحد الأحزاب ولا الهيئات الحقوقية. شما هو محمد بويا، النائب محمد بويا جزاه الله خيرا، راني محييه هون من المنبر، اللي تضامنوا على تيجاني وان. يا غير قاع كافي التضامن اللي عدد الشعب الموريتاني هون على فيسبوك بحراطين وبكور وبيلانو، حتى حبيب الله الأحمد اللي دائما في أقصى اليمين في قضايا الوحدة الوطنية وقضايا الرموز أطلب بن تيجاني وان ينطلص. هذا راولكم ياسم الظلم، هذا مخلوق مولانا حد شاف وجهه، حد شاف وقفته يعرف أنه مظلوم ويعرف أنه ما عنده حول ولا قوة. وأنا صراحة فوت ليلة تامة غالبا ندخل في فيسبوك لعل نشوف هيك الصورة، ويطلص واحد آخر طالسه شيخ قبيلة، وهذا ضد مفهوم الدولة وضد دولة القانون اللي نودولها. معناه أن حد عنده وساطة، حد عنده قبيلة يقدر يعدل في موريتان، ذاك اللي يبقي ما مسؤوله حد عن 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 الأخبار. وحد ما عنده وساطة ولا عنده مد دورة هو اللي يخلد في الحبس، هو اللي يتم ترميده، هو اللي يملقق، هو اللي يعدل له شيء خاص. هذا صراحة منطق ما 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 يقدر يستقيم، ما يقدر يستقيم به. اللي أنا نعود عندي شي من الحقوق ولا يمشي نطالبهم في حق حد القوي، ونعود ما نقدر نجبرهم به اللي ما عندي وساطة وبه اللي القاضي مؤثر عليه. هذه ما هي الدولة اللي ودولة كاملة. المسألة الأخرى تيجاني وان عدلوا رواية ما هي قانونية، عدلوا له محكمة عجلانة، محكمته عندنا يوم الثلاثاء والله يوم الأربعاء. نختار نقول القاضي اللي جاي تيجاني وان بأنه يعود قاضي مسقم، وبأن الملف خاوي، وأن الملف ما فيه شيء، وأنه ملف ميت. القاضي
منيال تعود يعرف ما دايروا فمو البوية ولا دايروا فمو القزواني، ويعرف انه الصبح لا يموت ولا يسول عن ظلم الإله يحكم به عليه مخلوق مولانا. موريتان ما فيها قضاء، موريتان ما فيها قضاء، بيليها الراجل مخلوق مولانا محبوس انه قال زيرو قزواني، وواحد اخر ادعى لحمل السلاح وقلب النظام ينطلص بين متوسط فيه شيخ قبيلة. هذا هو الظلم، هذا 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 هو الظلم وتفو به، ولا يقد يدوم، ما يقد يدوم. وحد شاف تعاطف الشعب الموريتاني والمدونين الموريتانيين مع التيجاني وان يعرف انه ما هو جاي من فراغ، جاي بانهم حاسين التيجاني وان انه مظلوم. انا التيجاني وان نعرف عليه الفضاء، ولا خالق حد ما قد خلوا التيجاني وان يرسلوا فيديوهات، ولا خالق حد ما قد قالوا التيجاني وان خاسر به اللي عنده هو مشاكل نفسية ما نبقى نتكلم عنه. وجيرانه اللي في بريمير من البلاد هو اللي يجبر، هو اللي يجبره، هو اللي يعطيهم شيء يوكلون. وهذا هون تآخر بين الشعب الموريتاني. المشكلة هون ما هي ظهرتنا، ما هي مشكلة بين البيضان والكرة والحراطة، المشكلة هون مشكلة إن النظام الحاكم هو اللي خالق هذا المشاكل، هو اللي قزز المشاكل. ونعود ما عنده شيء ضد رقاش يتم يقول هاي قضية كوري، هاي قضية حرطان، هاي قضية جي، ولا احنا نقول عدالة، نقول قانون مطبق، نقول عدالة مطبق. يا غير محمد محمود والشيخ البيه ظالم، ووزير عدل متسلط، ووزير عدل متجبر ولا يضحك، وعينه ما يحلها كل نهاره حابس رقاش، نهاره حابس رقاش يحل عينه كيف زالم زين. وإنسان خطير على السلم الاجتماعي، وإنسان خطير على الحريات، وإنسان خطير على استقرار البلد. بين الشباب الموريتاني من هؤلاء المكونات ما هو ليتم صابر ولا هو ليتم يزرق في الحبس إنه ما هو قاعد يتكلم. ما أعطيتوا الناس شي تأكلوا، ولا أعطيتوا الناس شي تشربوا، ولا عدتوا الناس صحة صالحة، ولا عدتوا الناس تعليم صالح، ولا وظفتوا الناس، بالتالي هاكم كنتم تحبسوا الناس انها تعبر عن رأيها، انها تتكلم. هذا يودي الانفجار. هذا لكي حدك بالله امرأة وجابها للخارج وعاد مسكنها في دار ويطلع عنها شور الشقلة ومسكنها بين، ولا تأخذ ولا يسدرها ولا يعدل شيء. نهار ليت انفجر عليه تقول له مرض، تقول له انا ندور طلاقي، انا ندور نرجع له. نفس الشيء حتى انسان ما يقدم مالك عاطيه شيء وحابسه وهينه ومكركره ولا يتكلم تذكران عليه، هذا ظلم. هذا اخترت هون نطلع ونقوله. ومحكمة تيجاني وان الأسبوع الجاي وطالب من القاضي صاحب جيج بودي جايز تيجاني وان انه يعود قاضي مسقم، وانه يعود قاضي عادل، وانه يخاف من مولانا، وانه يحكم بالأدلة ويحكم بالملف، وانه يعود تيجاني وان ظالم نحن ما لنا متوسطين فيه. يعني يعود تيجاني وان ملف وخاوي أطرسه، وعار على التقدميين، وعار على اليساريين، وعار على الليبراليين، وعار على قادة الأحزاب السياسية اللي يدوروا الدولة ويدوروا دولة مؤسسات انهم يخلوا شيخ قبيلة يجي متواطي ويطلص يجي وتابع له ويسكتوا عن مخلوق مولانا اخر من من من, من موريتاني حتى لا ما نقص الشرائحية ويخلوه يقيس الحبس. وشاكر شباب الموريتاني عليه الفضاء اللي تضامن مع التيجاني وان من جميع الفئات. والقضية هون كانت قضية واضحة، قضية عادلة، ولا هي قضية لون ولا هي قضية شيء سوشن. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي لا نتكلم عنها، نختار السول الصحفي سالك زايد اللي وجهه كيف تكرعم إكلاتي، هو ذي الفساد اللي هو وزارة الصحة ما شافه، هما ذي المدونين لو قسمت عنهم الفضة وزارة الصحة ما شافه، هما هذا هو السناب شات لو قسمت عنهم الفضة ما شافه، هما ذو المنصات اللي جبروا 10 ملايين و15 مليون سالك زايد اللي دائما يبحث عن الحقيقة ويتكلم عنها ما شافه. أنا اللي حاجاتني وأنا حد قبل المال العام ماني ساتره، حد سرق فوضة موريتان ماني ساتره. شنو الخدمات اللي تقدم شويب على سناب شات للصحة؟ شنو الخدمة اللي تقدم منصة للصحة؟ شنو الخدمة اللي تقدم مدون للصحة؟ في نفس الوقت اللي امبيلانسات واقفين ما هم جابرين قزوار يلحقوا بين المواطنين، في نفس الوقت اللي الممرضين قارب يزادرون خلاصاتهم، في نفس الوقت اللي المرضى ما هم جابرين دقت وعلق لهم. شنو الخدمة اللي قدم لنا؟ أنا الفرق بين أنتم
اني انا نشوف صلي عاد الرأي العام الموريتاني بدون تحريف. انا لين نشره انا اختار نسوي له سناب شات اللي نقدمه لوزارة الصحة شنو، انا اختار نسول المدونين اللي نقدمه لوزارة الصحة شنو. هاي فوضى الشعب الموريتاني جاية من التريزور دو لا ريبوبليك، جاية من الناس اللي تندار عليها الضرائب. سيد الرئيس قزواني هذا فساد بحد ذاته، اللي تعود الفوضى تنطال المدونين وتنطال الصحافة وتنطال المنصات ما عندهم محتوى ولا مقدمين شيء يسوى شنو وزارة الصحة، ياك يسكتوا عن وزارة الصحة. هذا بحد ذاته فساد. مختار ولداهي ياك يعودوا المختار ولداهي ما يقدروا ينتقدوه ولا يقدروا ينتقدوا خرجاته اللي يحسوا أكثر من 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 من, من أفعاله. أنا لا حاجاتني رايا حالا عندي ولا يشتغلوا عليها ولا ينشروها، ومن يالت الناس تفهم من هذا ما هو استهداف لها. يقال من حق الشعب الموريتاني، من حق الرأي العام الموريتاني يعرفوا من الهجوم على المدونين الخارج والهجوم على الناس اللي في الخارج اللي تقدم خدمات للشعب الموريتاني وتقدم معلومات وتوقف مع المعتقلين وتوقف مع المظالم، انها ظلم لهم. واحدين اخرين يقبضوا الفضاء ياك يسكتوا عن الناس، وواحدين اخرين يطرحوا مشاكل الناس يتموا يهاجموا. يعطيكم تومدي الصورة ان المدونين اللي في الداخل والصحافة اللي في الداخل والمنصات اللي في الداخل نتشوه تهاجم مدونين الخارج مياكم تعرفونهم، مخلصة مخلصة بينما عايشين مناش راكبين الوتات مناش كارين الديار مناش علياتهم عندهم الوت الذهب مناش تلفونات الزينين مناش تركتهم يقراوا أحسن المدارس مناش من كونترات الجابري. أنا نعدل كونترا مع مؤسسة ما تتسامي فسادها. هذا منيات الشعب الموريتاني يعرفه ويعرف المعركة معركة حق وباطل. وانتم ونحن هو اللي لاهي الصبح نطرحوا مشاكلكم، معناها تشيطين نحن والدفع علينا لينتم كل مرة نمرقوا عليكم. المسألة الأخرى من الفساد سيد الرئيس محمد الشيخ القزواني وزير الثقافة هذا والختاري هذا اللي واحد فيه لا في فيسبوك واللي يعود في مجلس الوزراء يتكلم عن العواطف قايل لصبيته إن حد سلم عليه من اهتم بك اهتم به ومن لم يهتم بك لا تهتم به. هو قاعد مجلس الوزراء عاطي الخوه ابراهيم اللي عنده مهرجان عين فربه 500 مليون ياك عدى مهرجان عين فربه. هذا بحد ذاته فساد وظلم للشعب الموريتاني وهذا ممتلكات الشعب الموريتاني. هذا هو الفرق بين احنا وانتم. نحن نجيب الحقيقه للشعب الموريتاني، نحن نتكلم عن معاناه الشعب الموريتاني، وانتم ما تقدروا تتكلموا عن شيء يا غير تقدروا تلفقوا تقدروا تكذبوا تقدوا كل شيء تقولوا. المسألة الأخرى اللي جاي نتكلم عنها ونحاني السالك زايد قلتها له نهار إذا مزيت نحاني أنا قلت له يتصل بهولي تشام. أنا السالك زايد قلت له يتصل بهولي تشام علي البث مباشر الفايت نيتقوله هولي تشام أني ما نظمت معاها الوقفة وأني ما كنت منسق معاها الوقفة وأنها ما كانت وقفة عرقية أني فيسبوك ينقفله ونصيب الهمي. أنا ما عدل شخصية بالكذب وكانت وقفة مفتوحة للموريتانيين كاملين، كانت وقفة مفتوحة للموريتانيين كاملين وكان هدفها واضح ولا يراجع عنه. قانون الرموز، الحريات، الحرية للشباب، ارتفاع الأسعار. أنا ما أتكلم عن وقفة قطر، وقفة قطر أنا عالم بها وداها يعقوب راعي مازال حي قلت له من وقفة قطر ما نضروا يجيها بيلي ما تعني وقلتها للشباب كاملين. يا غير أنا ما أقدر فرصي الشعب الموريتاني يجي الوقفة. يا غير الناس عدت معهم تحالف جاءوا الوقفة ردوا شعاراتي ردوا هتافاتي ومازال جايكم ياسر موزة. نحن مدونين الخارج قررنا وراني هون معتد متعدي علي واحدة منهم ان لا يتم نزلوا الميدان ولا يتم نطرحوا المشاكل ما تعرف فيسبوك. ونختار هون نشكر وكالة الأخبار المستقلة اللي هي الوحيدة اللي قدها تجيب وقفتنا بهذه وكالة مستقلة حق حق. نختار نشكر مدير الهيبة والشيخ سيداتي، نختار نشكر طاقمها وهي الوكالة دائما تكشف الفساد وهي الوكالة الوحيدة اليوم اللي تتمتع بمصداقية وموريتان وهي الوكالة الوحيدة اللي ما تعدى المحاباة مع الوزراء ولا تبيع لهم الملفات اللي يجوها. ونختار نشكر قناة الحرة اللي موجودة في واشنطن، ونختار نشكر موقع مقرب عربيك
يغير هذا كامل قال اوه هذا الكوار لا يكتب البيضان هذا مو حق، هذا الحراطين لا يفرقوا مع البيضان هذا مو حق، البيضان والكوار والحراطين هذا بخندق واحد، القناة راهو في الكوار، وزراء الكوار مستفادين، العبودية في الكوار. يغير أكثر المظالم كاملة متلاحقة في فقراء الكوار وفقراء الحراطين وفقراء البيضان. البيضان ملاني من حملة الشهادات قلبهم يشتغلوا، والكوار ملاني من حملة الشهادات قلبهم يشتغلوا، والحراطين ملاني من حملة الشهادات قلبهم يشتغلوا. ذاك الخطاب الشرايح وذيك التفرقة ما تتمر شيء، نحن مدة واحدة وعندنا مدة خاطفة منا بلدنا، فيها قيادات من الكوار، فيها قيادات من الحراطين، وفيها قيادات من البيضان، وسارقين موريتان وناهبينها وبانين هم القصور وممكن أولادهم، وشارين الصحافة وشارين الكامل. مسألة أخرى اللي لا ينشر عليها هي ذي الخلي يامس في قضية الملف الأمومة والطفولة. أولا نعلن تضامني مع متى بني جارة هاي اللي حبست، بسمحي لها تنحبس متى بني جارة ويخلى مدير الكيس، بسمحي لها تنحبس متى بني جارة ويخلى تريزور جنرال درار بيبليك، بسمحي لها تنحبس متى بني جارة وتخلى فاطمة بنت عبد القادر مديرة الطب، انه العمها مفتش الدولة، انه العمها مدير ديوان رئيس الجمهورية من نفس القبيلة من نفس الفخذ. هذا مولي ظن في حق المرأة، والمرأة في الشهر السادس حامل، وسمحي لها تحبس متى بني جارة وتخلى امال مت مولود اللي كانت اير موريتاني، ويخلاه العليات الاخرات اللي عندهم وساطة وعندهم علاقات وعندهم قبائل وعندهم امتداد. هذا مولي لا من الظلم، هذا لا من الظلم، ذا الخلق في استهداف واضح لأسرة ابن إيجارة. وسبحانه تحبس منت ابن إيجارة هذه وتخلى منت ابن إيجارة اللي كانت على الضرائب اللي سارقة مليارين بيلي شادة خطاري ولد حود راجل من ديبوسات. الحبس كان راد تنحبس ليك منت ابن إيجارة، يقال بما أن شادة راجل من ديبوسات خطاري ولد حود ما تقدر تنحبس. اللي بانية دار حتى كانوا فقراء كانوا شاكينها الطب، كانوا شاكينها مدرسة، كانوا شاكينها جامعة هي حدها دار. ذي الخلق المت بن إيجارة أيام ساي مخلوقة مليانة ضعيفة، ظلم لها وظلم للأسرة وظلم للمرأة الموريتانية. المسؤول الأول عن ذاك هي فاطمة بنت عبد القادر، هو مدير الخزنة العامة للدولة، هو مدير صندوق الإيداع في الخزنة العامة للدولة، هاو كان راتب من حبسه، ومحاسب السريريق والمبارك اللي محاسب الأمومة والطفولة، واللي الصحافة ما قدروا يسموه والمدونين ما قدروا يسموه بلي كانوا يشوف طب الأمومة والطفولة يعطيهم الفضاء عن طريق فاطمة بنت عبد القادر ويعرف أساميهم، ويا مولانا يعملوا يسرب لي أنا لائحتهم، يعملوا يسرب لائحة المؤسسات اللي كانت تتعامل مع طب الأمومة والطفولة. على العموم نحن اليوم والصبح نحن نشتغل على قضية هذه الطويفيلات سناب شات وهذه المدونين وهذه المنصات اللي قبل الفضاء مع وزارة الصحة. ونقولها مرة أخرى، راني متحدي السالك زايد إنه يتكلم عن هذا المدونين وهذا السناب شات اللي قبل الفضاء عند وزارة الصحة، ما يقد يتكلم عنه، ما يقد غير يقد نيشوف شيء يعني نيجبر شيء المدونين خارج يقوم جاي كيف وجهه كي كراعم إكلاتي شوارب كيس شوارب سامبا غراديا ويجيب شيء من الزفيط ما أساس له من الصحة. هو هذا اللي جاب كامل من تويتر، هذا ماله متاح، اي يرى معلومات، وماله تويتر المرأة ماله قابل اسمهم عن صفحتي انا سمات اسمها، ما يقد ولا فتوفيت منه يغير ما ينظلمه. هذول حكم حكمة مانعة، هذول طرحوا للشعب الموريتاني، هذول يعرف انه موش وحد باش يعرف ان هذا الخلق يعيطون انه ما وشي يقيس السينيغال يشوف دار بيراما لبنى بيراما باني دار اربع طوابق ما يقدر يبنيها هون، ما هو ديزي وبيونسي، حتى صاحب فيسبوك ما يقدر يسكنها بير كبر، ونهار وذا سابق مشيت وجاي لزين العابدين عاطيه 10 ملايين من لوقية فاقعته بيراما عاد تفقوا 10 ملايين الخلق كامل شنو مرتزقة بيرامة داع بيد عاد تفوقوا 10 ملايين
هم اللي كانوا صحابه يمشوا يعدون فيديوهات عن دار بيرا داعبي برامه باني دار السنغال ما يجي يبنيها رجل اعمال موريتاني. دار من 4 طوابق حتى بيونسي ما تقدر تبنيها بين الكبر. هذا تراه فيه كامل يا الشباب الموريتاني ويا الفقراء، عرفوا نحن مدونين الخارج مع انهم اعداكم، عرفوا حد ممكن الصبح نحبس لا يجبر لا نحن، عرفوا حد ممكن الصبح قرعت منه تراب ولا يجبر لا نحن، عرفوا الصبح حد ممكن جار الطب ولا دواء لا يجبر لا نحن، عرفوا حد ممكن الصبح بطو بوليس لا يجبر لا نحن، عرفوا ممكن حد الصبح جاء العدالة ونحبس ظلما وعدوانا اهلوا لا يطرحوا مشاكل نحن ولا يطرحوا مشاكل، عرفوكم الصبح حد كلكم قد تماشي نجبر مشكلة نجبر لا نحن. ما لي يتكلم عنه صحافي داخل موريتان ولا لي يتكلم عنه مدون داخل موريتان، معناه عداوتكم ما يمعى نحن، نحن أولادكم نحن نبقوكم، نحن ما لنا جابرين منه شيء، نحن ما لنا جابرين منه شيء. تعرفوا موريتان اليوم ما تتكلم فيه ماما محمد اليوم سيدي مولود النايب والله محمد المبارك والله محمد بويا ها وحدهم اللي يتكلموا عنه والله يعقوب والمرابط ناس اخرى كامله كده داير سكوتش وداير الصامت وداير فيبرير ساكت. يا شعب موريتاني فاصل بين الحق والباطل، عرفون لا محمد بويا لا الحافظ لا ترك اللي معداه يعقوب ولا مرا مريم ولا حد يسوى منهم ما هو معداكم. وفي الأخير طالب من القاضي اللي قايسه تيجاني وان انه يحكم بالعدل وانه يحكم بالأدلة وانه يحكم بالملفات وانه يتعود الأدلة خاوية وميتة انه يطلع مخلوق مولانا وانه يعرف ما داير والبوية ويعرف انه ما هو معدل خلاق القزواني قزواني ما هو مرقوا في شي ولا هو مرق حبس المدوين في شي وغزواني ما قال حد يسرق الفضاء، هذا كامل خزو البي وخلاق معدله هو الأسرة اهل الدهر. اخيرت مروه احمد بزيد نوالي بو ياك لون صقل ياك ما تات فيه مباليت ما تيت تكتبي عن اخباره لك شي انتي مودي دايره فيبرير دايره الصامت. والبي وزير العدل شخص خطير، شخص هامو يجيب لنا افكار الامارات شعب عايش متمونك مترحمين ولا عندهم مشكلة، ولكن احنا ما يقدر صح فينا، نحن خالين بين الجوع خالين بين البطالة خالين بين الظلم، ما عندنا مستشفيات صالحة، ما عندنا قضاء صالح، ما عندنا تعليم صالح، ما عندنا مؤسسات، ما عندنا قدروهات، والخارج وعلاقاتنا الخارجية ضعيفة. خالق سؤال طرحته يامس لا يوضحوا هون في البث المباشر، نحن انقالنا بن احمد سالم والمرزوق وزير الخارجيه انه ما يقدر يجي لامريكا بيدي هون، امراه شاكيه منه مسولين يا كان حق والله كذب. واخيرت محمد نيزول تيجاني وان نيسلك منك انت دور يطلس محمد نيزول تيجاني وان انا ما عندي به علاقه ولا قد جاك يدور يبدل الدولار، انت تظل قاعد تحلب الشمس تحلب الخلوات، قط شفت تيجاني وان جاي يبدل الدولار ولا يبدل اليورو، تيجاني وانا قلت لك انه عايش علي ذل يعطوه جيرانه هو واخته، وهذا يظهر ان المجتمع الموريتاني مجتمع مسالم ومجتمع طيب. محمد نيزول نوعك انت هو الخطير على السلم الاجتماعي، ونوعك انت هو اللي كيف جمرة الارض لونها يتقلب، تميت معول عبد العزيز نيشان جيت ابياشك وعدت معاول القزواني عادي راسك العافيه. وهجومك عليا ما اخذ لي في شيء، لا
عاد وهمس ذبت السيلة أنا لين يمشي ماشي بقايتي. أخيرت محمد بشير أخيرت. هذا واحد هون دعا عليا. شوف انا ما خالق شيء من الخاسر ما قد سمعته، ولا خالق نوع من التنمر ما قد سمعته، ولا خالق نوع من فيديوهات ما قد سمعته. فشي ما قد قالته لي فاتي مفال، وشي ما قد قالوا لي من الخاسر ما ترى ينقال لي معناك الدعي عليا انا وقولاني الخاسر هون ما اقدر يبين. زين ما علاقتك بحركة فلام؟ شوف فلام قاعك حركة ما تتخالق بيدي صام بيتشام لو كوفن واكشوت يعدل السياسة وشارك في الحوار. أنا ما عندي علاقة بحركة فلان، وأنا ماي من الناس اللي تعود عنده علاقة مدة ويش حد. أنا يكساني وقفت معي بيرام وقفت معي الفوق ماش حد، وكنت نشكره على صافحتي يعني اللي كنت مع حركة فلان. قلت انتم والله نتبنى أفكار هو لي تشام، والله نتبنى أفكار هاي جماعة، نعود نشر بياناتهم ونعود نطرحون فيديوهاتهم على صفحتي. انا مع اي موريتاني مظلوم، يسوى بيضان يسوى حرطان يسوى كول. بيرام عرفت انه ما هو شيء ني تليفون ترو من يوتا بترو بنت تركت الزويرات انهم بتطوا، وان الوالي قالهم يمارسوا اللواط، وانهم واحد منهم كلاء خسروا. بيرام يصنت لي ما يجي كذبها، صدقني قال لي انا قاعد يتكلم عنه الطالب عبد الودود ما تبغون يتكلم عنه. عرفت ان بيرامه ما وش، عرفت انه اناني. ذيك ساعه ما جبر مول الحسن واللبات ما عدت فيها باس. قلت له هولي تشام، قلت له هولي تشام، نحن قلت له بدنا نجيب منظمه عفو الدولي، ومشيت للصور الترك. تماتني قابلتني ميعاد مع منظمه العفو الدولي، يحيى ولود راعي مازال حي بوتيكو في نيويورك. ها وتركت الزويرات، تلفن لي واحد، تلفن لي مرأة منهم قالت نحن نهار الفلاني رانا ندور معاك ميعاد، تعطينا اخبار التركة اللي بتطو وتمشينا لك عندك من الادلة. هو لي تشمع قالت لي ها وبيضان ها وحراطي يحيى ولود راعي مازال حي ومصطحب مع التركة كاملة. انا ما نعدل شخصية بالكذب، انا جيت للفضاء قلت لكم اني ما عندي مستوى، وني شوفير كبيون يغني دون حقق ذاك اللي ان شاء الله ولا يدمنا. تلفنونا وعدنا معاهم كونفرنس كول مدة ساعتين وخاضوا في التقرير. ني نحبس صاحب نواذيبه، ني طرحت مشكلته ما قالوا لي كوري يا حرطاني قبل مشكلته وترتاو. ني نحبس الطفيل اللي في النعمة نفس الشيء، انا حد كامل لا يساعدني في النظام. أنا لين تحالف معاه قال ماني متبني أفكار، لين تحالف معاه في جانبه هو الإيجابي اللي عنيني معاه. وقطعني وطيت فولي كم مليون اخترع عن ياسم الخلق، اخترع عن ياسم الخلق ومدونين في الخارج ياسم اخترعوا عن ياسم الخلق بيلي أنا هو في نفس السفينة، وعداوتنا مع هذا النظام ما ينبين نحن. يا غالب أنا عالم شي لا يدكس راسي، وأنا عالم شي جاحده وفلان ما تات خالقه. البيضان مظلمه والحراطين مظلمه والكبار مظلمه. وموريتان الناس كامله تخسر، اللي تخسر على الناس كامله، تصلح على الناس كامله. ونريد نقول مولي عندي عليها دل سيدي محمد عبد الله راعي هون واحد كان من جماعه الضمير والمقاومه، وهون الددو سيدي عبد الله قبلوا اي اشخاص مشوهم لي نعتهم الادله نعتهم التواريخ نعدلنا فيهم رابورات عن التركه. محمد أيوب الملاي عدنا عنه رابور ومشيناه للمنظمات الدولية، ما قالنا ذا بيضاني لا يمشوا لا قلنقر ولا يمشوا موسى كاميرا. صاحب الوادي بويك ساعني نحبس، نحن عدنا عنه رابور يا غير تفضلوا جايين خطروا أشخاص. أنا قلت للسالك زايد إنه يخطر أشخاص يثيق هو فيهم ويجيهم وأنا نحرك شورهم، نحرك انا الشورم ونعتهم الادله والتواريخ والرسائل.
نتعود ما يلحق، راني زويفط وراني كويذب. معركه ما بيننا احنا، معركه بيننا احنا والنظام اللي شك انه يكسى على قبال بيرام وسكتوا انه ما تحد يقدر يتكلم في الخارج. بيرام دي كان معدل العلاقات، هذه جماعة الكوار من المثقفين الأطر، سي ساكام سي بابالي، هذا هم اللي عندهم الدوائر الأمريكية، هم اللي عندهم علاقات مع الكونغرس. إبراهيم رمال كان هم وجبارهم في شيكاغو وجبارهم في نيويورك وجبار واحدة من السيناترات. إبراهيم رمال سولو هذا جماعة جنوش، هي اللي عندها علاقات مع المجتمع الأمريكي. الموريتاني الاخرين من المثقفين اذا ما هم صايبين له ولا هم مرقين له روسه، يا غير ما في من يقدر يقول واي جاي نقدو موريتان والله واي نعدو حرب اهلية في موريتان، هذا كذب. انا كنت نتمنى نعود صخر والودادي هو المعدل العمل كامل، أخو عبد الرحمن الودادي شاب مثقف، أنا كنت أتمنى من أبو عباس إبراهيم أستاذ جامعي وقري في لويزيانا يعود هو المعدل العمل، يعود هو اللي يساعد نحن هم، يا غدا ما هم معدلين ولا هم واسين وما عندنا بيمشي، نحن لابد نشبره رياش، يعود يطرح لنا مشاكل موريتانيا، ولا أحمد لولا نحن كنا معدلين عنه رابور، كنا لا نجهزوه، كنا لا نمشوه، يا غدا نطلص، نحن ما خرصوا حد في طال لونه ولا مشاكله. انا في الاخير قلت له دا يعقوب سالك زايد ما عندي معه مشكله، زين عندي ري عبده وزين عندي انه تم يقبل الاخبار وزين عندي انه تم مجلد الناس، يا غيرات يعود ذري عدل، عدلوا الصحافه الاخرين، عدلوا المدونين الاخرين، قال ما يعود يعدل لاني يمسوا المرزو. واكبر نجاح خلق بالمستشار وزاره الخارجيه الامريكيه ما جاهم واخبارهم زاد دور الجي أخيرت مروه. أنا رواية مشيت فيها، مشي فيها حق عندي، وراي لكم شخص طيب، مجيتي هاي لواشنطن جبرت ياس من الشباب الموريتاني كان عنده عني تصور آخر، وكان عنده إني مجرم، وكان عنده إني متكبر، هذا لا حد فيسبوك أداة حد يطرح فيها مشاكل المواطنين، لين جابروني مقريب وناقشوني وجابروني كاملي كلها تغيرت فكرته عني، حتى ذي الخلق اللي جاد عليهم أنا عدوون عندي معاه مشاكل، ما عندي معاك مشاكل، قال لين أجبر شي عليك لين تروح توف يسوى قد صحبتي معاك توف. ها لا كيف تا لا يسميه الطفلون يقولوا له بارح تلفني قال ابني انا وزير الخارجيه الاسبق انه عاطيني دار اسماعيل هذا والشيخ احمد الفاسد اللي يجيب شرايك الدو واللي شاري ديار العليات الشيخ الرضا انه عاطيني دار انه قط اسمعها. انا واحد انتقده يوميا مدير الديوان، انا كان اسماعيل عاطيني دار ما يعد منال وصرى بها اولاد عمه الحسن واللبات والناس كامله، ما يعد منال وصرى بها الصحابه، انا امي ذيك مزروقه بعرفات ولا عندي شيء موريته، هذا لا نوع من تشويه الصورة. هذا الراجل مدير الديوان اللي مجرده الليل والنهار قالوا قال يا راني معتذر لك ولا اسمح لي، قلت له لا سوى المرواني ودعتكم مولانا تو في الأخير. وين هي مشكلتك مع الطالب؟ انا الطالب ما اعتبر ان بيني معاه مشكله، الطالب انتقدنا على تويتر وردينا عليه على فيسبوك، هذا مبدئيا هو اللي فات خلق، لكن لا يخلق في المستقبل ما نعرف له شيء، غير مبدئيا هو اللي فات خلق. وراي لك ماني عالم بهم حد خايف منه ولاني عالم بحد هون داري علي سيف عالي ولاني مرك حد هون في شيء سوى شنو
ما هو حد محترم وحد عاطيني بمكانتي. ولاني داخل حرب جاني بيهم على قاش يقال حد رصف علي ما أنا يجبر السكر لا يجبر لا الحروب لا عاد هو سؤالك راني جاوبتك عليه. يقال مبدئيا أنا والطالب ما أنا مختلفين. هو قال يدا يعقوب إنه قال لك اعتبروا رأي ونحن مولين نعتبروا ذاك رأي. يقال هدفنا واحد وجهودنا واحد راح تعود ضد النظام. أنا ما قطعت النسق مع حد إلا ينعدل ولا نطرح مع حد إلا ينعدل. ذاك اللي ينعدل اللي ينعدل وأنا ليعود في مصلحة الشعب الموريتاني لين عدل وتوف ما يمسول عنه زيد ولا عمر. توف مروان تو سؤالك شنو سايب نقطع مروان ما يحتاج قاعد ما هو شو ناقش ما هو شو ناقش رأيك مولي ما مشيت ما طالب ما تواصلت معي لحد الساعة ولا مشيت له حد مولي بفصاطة ولا تكلمت مع حد في أخبار أنا مالي دايق حد مبيني مع حد أنا مالي دايق حد مبيني مع حد أنا حالي لأنه حالي في ملف وزارة الصحة أنت شايف علي خطري ولجة خطري ولجة شايف علي تنافق شايف عليه تقواد والجنرالات شايف عليه خزوم شايف عليه انه انسان متكبر انه انسان زويفيط وانه انسان يدخل راسه ياسر من الامور اللي ما عنده فيها الحق. كيف تتضامن مع الموقفين بدون ان تتعرض لمشاكل؟ ما محمد يحيى فهم وضح سؤالك. سلموا الحبالة ما عندي معاي مشكلة. سلموا الحبالة مخلوق من أنا لاجئ كيفتنا كاملين جابر التواط عن طريق اللجوء وقاس موريتان ودخل عالم التدوين وعنده ياسم كونتراهات ومستفاد ولا يتم لا يدافع عن النظام لا يتم لا يتكلم عن النظام ذا حقه ووجهة نظره ما أنا مختلف معاه بدي سلموا أنا ما قد حرشت معاه ليه تنحرش معاه ليش بعض المشاكل ومولي عندي معه مشكلة. محمد يحيى وضح لي سؤالك حتى سيدي خلاص كانت تجبرنا بلاصه هي موريتان الصايعة موريتان الصايعة. أنا سولت ني شفت سالك زايد اكتب لك المقالطة قضية ان الوقفه كانت قرض منها الموريتاني ما يرحلوا سولت هوليتشام تهلو هوليتشام عدد الموريتاني دخلوا عن طريق كاليفورنيا وتكساس كم قالت انهم 716 فيها تقريبا 400 ولا 500 لا من تركت البيضان معناه بيستفادوا من القانون اللي طالبه هوليتشام وطالبه مع هذيك المنظمه. هذا بحد ذاته إيجابي. واللي فاتوا دعموها اثنين من أعضاء الكونغرس فاتوا دعموا ذاك القانون. 716 موريتاني بعد دخلت عن طريق الحدود جاية مقاطرة على كرعية فيهم واحدين مهندسين فيهم واحدين عندهم متريز فيهم واحدين وفوا الجامعة فيهم واحدين ما قدروا يجبروا شغله في موريتان معنى حد معارض انهم يرحلوا مع انه مجرم هاو يمشوا العملة الصعبة الموريتان ويساعدوا أسرهم ويشتغلوا هون بدون وساطة. اي حد شخص طبيعي من يالت يعود زين عنده وحد الباح شاف كتبة وزير الخارجية احمد سالم المرزوق اللي يتوقع من السنة الجاية تقدر تخلق فيها حرب اهلية في المنطقة وتقدر تخلق فيها كوارث ينخلع قاع موريتان قاعد حد فيها شيدو انتوا ما شفتوا كتبة الاخبار مستقلة عن تقريرات احمد سالم المرزوق يالتكم تقراوا وتفهموا. سيدي انتوا الطالب وين عندنا موريتان عندكم مدونين خارج كاملين ونحن عندكم انتوا
انا رقم تلفوني ما نعطيه. قال اي حد جاني علي مسنجر ينقبه يسوى علي منهم. يعني رقم تلفوني لاهلي لاصحابي القريبين لي ما نعطيه، ما نعطي رقم تلفوني. فاطمه دور نجاوبك على الخاص. كيف نتضامن مع المحاسبين هم؟ ما محمد يحيى الى حد الساعه ما فهمت سؤالك. قضيه الحاله المدنيه انا فتناقشتها مع هوليتشا وفتناقشتها مع الجماعه كامله اللي في جروب هونات، ولا نقول فيها نبقى يعود مسجل ونبقيه يقطع ياك يسمعوه خوتنا الزنوش. قضيه الحاله المدنيه قضيه عامه، هون تركم البيضان قالوا هم يجبروا عقد طلاق، هون تركم البيضان قالوا هم يجبروا كتاب اخلاقه، معناها قضية عامة، قضية الحالة المدنية قضية عامة. وإذا دائما نقولوا لا نجاحدوا، ما هو استهداف المهم، ما هو استهداف المهم. يا غير أنا ما نقد نحكم مثقفين الزنوش ونخبة الزنوش ودكاترة الزنوش عنهم هم يعود عندهم تصور آخر. ما نقد يا غير نقد نقول لهم ذاك اللي ظاهر لي. قضية الحالة المدنية قضية عامة، قضية فيها ياسر المظالم وخاسرة. يعني أنا مثلا كان عندي أخوي يبقى يحصيك الساعة حسين، القاضي به مثل الوقاحة والدي طريح الفراش يرحمه إن شاء الله، قالوا لا بده يجينا، جبنا له طاقم عند شياخ طبيب إنه ما يقدر يحرك. قام القاضي مشي معانا واحد ياك يشوف والدي. هاي مشكلة. قضية الحالة المدنية خاسرة، خاسرة. يا غير الزنوج يعتبرون مظالمة فيها، وهيك اللافتة أنا وين معدلها، أنا وين معدلها وعندي عليها دليل في جروب. يا غير مش ما قد عدل فيها شيتو، ده هو رأيي فيها. موريتان ما فيها لابارتاي، موريتان ما فيها أن الناس تقتل الليل والنهار. إذا ما نجاحدوا مولي نقولوا يغار فيها الناس انها تصف بالحبس، فيها الناس انها طول ما تشتغل، وكافي للاضطهاد، للاضطهاد النفسي كافي. توم زاد عندكم وقفة ثانية، ذاك ما نبقى نعلن عنه ورك، يغار دور يعلن عنه ان شاء الله وقريبا ان شاء الله. مريم محمد، مريم الشيخ محمد فاضل. أنا حتى هذا بنادم اللي ما نبني معاه مشكلة، اللي قال له المرابط، المرابط واحد عنده برنامج خدمة العلماء، هذا برنامج كوميدي. ومن يالتو أنا كمتابع وجماهيري كمتابعين ومناصرين كمتابعين يحترمهم، عاد معدل برنامجه للسخرية مني شاكلنا غداري فيش، عاد برنامجه انحرف، عاد برنامج عاد لا كل حلقة لابد من هجوم على سيدي ولك ماشي. سووني يا سيدي، سووني عن الانترنت، يا سووني عن الوتر، علاش ما تدماري؟ أنا يعني جاوبك إني ذكرتك. أنا شوفير كبيون وبرمتي قابلها بقرايتي، قابلها شوري وتاع ما يم الناس اللي شارينها. خارج شين قال له بري تريب انسبكشن يا المرابط، يجاوبك الله باحترام. خارج شين قال له بري تريب انسبكشن، كل شوفير كبيون لا بدي يعدلوا سابق يقدي وتو، لا بدي خلاص كان فرايهاتك يشتغلوا، لا بدي خلاص كان جريس ساسك يسين، لابد خلاص كان الوامك يشتغلوا، لابد خلاص كان الانترنت يراك يشارجي، لابد خلاص يكان فريهات الريح هم اللي يشتغلوا معانا. شوفير ما يقدر يحرك في امريك ما بتعدل. راني جاوبتك على اسئلتك، يا رب انا نقول لك منك دفاعك عن ولد جده ما هو مطلع لك درجه، ودفاعك عن النظام ما هو مطلع لك درجه، والهجوم على مدونين الخارج ما هو مطلع لك درجه، وانا حربي ما ينبني معك.
انا ما بيني معك مشكله، ولا عيرتني كشوفير، انا ما قطش حتى اني شوفير، ما قطش حتى اني شوفير. طب يعني ما قد نحرت، ما بتعرفت ان اموري كامله تشتغل في الوتر به اللي ما فيه جوقة هون، ما هو موريتان ما هو لا كلا تويوعة يجي قادم كيبي يجي قادي لو ماركو قيام ماشي يفرق مدة. ودعتكم مولانا ويحفظكم إن شاء الله وخيرت 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 محمد سليمان راجل ولاد قيلان، وخيرت كل عام ونحن وانتم والكبيون بخير، الكبيون بخير ولا عنده مشكلة ويداوم هاري الحمد لله ويشتغل، وأمريك ملانا من الخير ملانا من الفضل ملانا من العافية وطريقها مسقمة. والله ما فيك اللي قد سمعت وخيرت بكم.